عندما ننظر إلى المرآة فإن هذا الوجه الجميل موطن لمئات الكائنات. قصتنا اليوم يا سادة عن عث الوجه الذي يتخذ من وجوهنا حياة هادئة ودافئة. هذا الكائن المجهري العنكبوتي لديه 8 أرجل شفافة يبلغ قياس الواحدة منها 0.3 مليمترا، وهي تعيش بالقرب من جذور بصيلات شعر الوجه مختبئة داخل المسام حيث مسكنها ومكان تكاثرها. وهذه الكائنات لم تأتي إلا عن طريق الاتصال المباشر بأشخاص أو أشياء كالمناشف أو الوسائد وغيرها. حسناً، الآن السؤال: ماذا تفعل في وجوهنا؟ تفرز وجوهنا دهون البشرة الطبيعية عن طريق الغدد في مسام الجلد بالقرب من بصيلات الشعر، وهذه الدهون هي الوليمة المثلى لهذه الكائنات عن طريق حفر مسارات في الوجه لتناولها نهارا، بينما مساء فتزحف هذه الكائنات المجهرية على سطح الجلد للتزاوج. هذه الكائنات من المستحيل التخلص منها حتى بالغسيل المتكرر، لكن لا تقلقوا، فهي لا نافعة ولا ضارة، فقط وجد بشرتك موطن ليسكن فيه ليس إلا.